الشباب كان صعبا على قوى المعارضة، ولكنه يظل خيار سياسي لنزع الشرعية عن نظام قرر أن لا يسمع إلا نفسه. معطلين الانتخابات لأن احنا معترضين على قانون الانتخابات اللي ما بيسمحش بيه فرص حقيقية لكل الأطياف ولكل أبناء الشعب المصري في التساوي في الترشح للبرلمان، ومنها ما بين التلت الفردي والتي سمح محمد مرسي ونظامه بترشح الحزبيين على التلت الفردي، ولن يوافق على ترشح المستقلين في التلتين بتاع الحزبي. ده جزء تاني، جزء اتساع الدوائر، الإشراف القضاء الكامل، وإشراف المنظمات المجتمع الدولي والمحلي، كل ده كان مطلب لنا. تاني حاجة، موضوع العصيان المدني، احنا بنضعوا العصيان المدني سلمي كامل للضغط على النظام، يا إما أن يغير سياسته ويصبح نظام لكل المصريين ويأتي بحق الشهداء والمصابين ويحقق مطالب الثورة، ولا تحاور على مطالب الثورة، لأن دي مطالب شرعية لنا ولا نتحاور عليها. التحاور على إن كان تقسيم برلمان أو إنشاء وزارة أو تشكيل وزارة، ولكن مطالب الثورة الأساسية لا تحاور عليها، وهي العدالة الاجتماعية والكرامة وحق الشهداء والمصابين. إن نجاح الثورة هو الهدف، وسندفع الثمن مهما كان، والله غالب على أمره. ورسالة أخيرة إلى محمد مرسي ونظامه، انتظروا انتظروا وترقبوا، بل وارهبوا يوم 6 من إبريل 2013 الذي من وجهة نظرنا وفق ما خططنا له من عائليات عمل في الشارع وفي الميادين المختلفة سيكون انطلاقة جديدة للثورة المصرية، وسيكون موجة جديدة من الموجات الثورية التي لطالما دعت الثورة قوى الثورية إليها.